اللي هو موضوع العين والبر في الآباء. أنا يا شيخ من بداية حياتي كنت أعاني من مشكلة. أنا كنت أجلس مع العيال يا شيخ أقول لك أنا يا عيال كني في حلم. ماني حاس بشيء. يعني حاس إني حياتي حلم، كلها حلم. لدرجة يا شيخ كنت أكره صوت أبوي، أكره أبوي إذا ناداني. وكنت كرهت أعوذ بالله أهلي كلهم. يعني ما أحس برحمة ولا أحس بشفقة إذا أحد ناداني منهم. استمرت الحالة بي معي لين تو قبل تقريبا في الثانوي. الثانوي رحت لكذا شيخ في حياتي. رحت لشيخ وشيخين وثلاثة وما فاد معي. آخر شيء يا شيخ رحت لشيخ الله يجزاه خير وقرأ علي، قال يا الحمد لله والشكر، قال أنت فيك الحين، الحين هذه من أنت صغير هي فيك. فشيخ أنا أحس إني ما مقصر من أبوي وأنا صغير. فإن شاء الله الرب يعوضني إن شاء الله بره بإذن الله في الأيام الجاية إن شاء الله. أهنئك وأبشرك، أهنئك أولا أنك تتذكر المواقف المؤلمة فتحزن لها لأنها أمر خارج عن إرادتك. أبشرك أن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. أبشر بالخير يا عبد الكريم. إذا الإنسان أحبابي ترى أبانا يا شيخ معليش لأني أوثم بالأشياء اللي راحت. لا تأثم لأنك غير مؤاخذ شرعا. والإنسان يا أحبابي اللي خارج عن إرادته لا يأثم به. أحبابي لو نعصي الله عقوقا لأبائنا لا ما تلاحظون رحمتهم، رحمتهم بعد تجي عقب 20 سنة مرض وتعب ويلاحقك ويصرف عليك ويشفع لك ويسهر ينتظرك وتدخل عليه وانت ماد براطمك، ولو تجيه وتنكب على يده وراسه يا ابوي سامحني ضمك وقال الله يسامحك يا ابوي، والله ما بي منك شيء، ابي مصلحتك، انا ما بي منك شيء وانا ابوك، ما بي والله الا اني اراك قرة عين، ما في احد في الدنيا يتمنى ان تكون انت افضل منه الا ابوك. أنا ما أقبل أنك تصير أطيب مني ولا أكبر مني ولا أفضل مني إلا أبوك يتمنى لأنك امتداده. فأبشر بالخير يا عبد الكريم، لا إثم بإذن الله، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقك بره وتعود يا عبد الكريم بعد رقية نفسك وبعد العافية تعود إليك، تعود إليهم بلسما كما كنت يعني مرضا تعود إليهم وأنت معذور شرعا. وأقول للإخوان لا تستسلموا للعين، العين علاجها في كلام الله، وأفضل راقي في العالم أنت. وإذا عجزت تقرأ على نفسك تبحث عن محتسب في الرقية فلعل الله أن يبارك في رقيته وتشعر بالعافية بعد. هذا العظيم شيخنا يعني